يعطيكم العافية طلابي الأعزاء، طلاب الصف السابع في مادة رياضيات. أهلا وسهلا فيكم. اليوم معنا الوحدة الخامسة، وحدة الجبر، بالدرس الأول اللي هو الحدود والمقادير الجبرية. إذن عنوان درسنا الحدود والمقادير الجبرية. في هذا الدرس نتجات هذا الدرس أو يتوقع منك عزيز الطالب إنك تتعرف على الحد الجبري وعلى المقدار الجبري. 2 إنك توجد القيمة العددية لمقدار جبري. و3 ترجم العبارات اللفظية إلى مقادير جبرية وبالعكس. طيب، بداية في هذا الدرس وزي ما قلنا الهدف الأول إنك تتعرف على الحد والمقدار الجبري. هلأ شو يعني حد جبري؟ وبدنا نميز شو الفرق بين الحد الجبري والمقدار الجبري. هلأ من التعريف الموجود أمامنا، الحد الجبري هو إما أن يكون ثابتاً أو متغيراً، أو حاصل ضرب ثابت بمتغير، أو حاصل ضرب متغيرين أو أكثر. طيب هلأ كلمة أما أن يكون ثابتا، رح نعطي أمثلة على ثابت. هلأ ثابت مثال عليه 3 فاصل أو 4 أو 5. إذن 3 أو 4 أو 5 أو أي عدد تاني رح يكون معنا ثابت. طيب ليش سمينا 3 أو 4 أو نأخذ فرضاً 5؟ ليش سميت ثابت؟ سميت 5 ثابتاً لأنه قيمتها ثابت، لا تختلف من سؤال لسؤال، تبقى ثابت. أما مثال على المتغير، فالمتغيرات هي سين فاصلة صاد فاصلة عين فاصلة أكثر من ذلك. ولاحظنا من هون إنه سين أو صاد أو عين أو يعني معنى متغير، أي أن ليس له قيمة ثابتة، أي أن قيمته تختلف من سؤال إلى سؤال، فهذا معنى كلمة متغير. طيب مثال آخر، إذا أنا شفت 5 ممكن أعتبرها حد، ممكن إذا شفت سين كمان بعتبرها حد جبري، أو النوع الثالث حاصل ضرب ثابت بمتغير. نأخذ مثال عليه وليكن 5 سين. طبعا كتبنا 5 سين هي حاصل ضرب، تعني 5 سين أنها 5 ضرب سين، لأنه الإشارة الوحيدة بالرياضيات لا تكتب هي إشارة الضرب، فخمسة سين هي نفسها 5 ضرب سين. طب نرجع، أو حاصل ضرب ثابت بمتغير، أخذنا 5 اللي هي ثابت بمتغير سين. والنوع الثالث أو حاصل ضرب متغيرين أو أكثر، متغيرين يعني ممكن يكون عندك سين صاد عين، كلها بعتبرها حد جبري واحد. إذن أعزائي الطلبة، من هذا التعريف أكيد بيّن معنى الله أكبر الله. أعزائي الطلبة أكيد من هون بيّن معنى شو يعني الحد الجبري. طيب هلأ بداية نكمل مع بعض، حيث يسمى الثابت معاملا. ننتقل لفكرة تانية، ليكن أمامي تعبير الجبري الآتي: 5 س + 2 ص - 4. اللي أمامي هو تعبير جبري. طيب هلأ 5 س اعتبرناها حد، ليش اعتبرناها حد؟ لأنها حاصل ضرب ثابت متغير، إحدى أنواع الحدود، واثنين صاد وعندك أيضا 4. هلأ بدنا نتعرف على مصطلح معنى الثابت والمعامل. هلأ ماذا يعني المعامل؟ 5 اللي أمامنا شو ممكن إحنا نسميها؟ بنسميها معامل سين. إذن 5 رح تبين معنى معامل سين. ليش؟ لأنها هي ثابت، يعني عدد ثابت مضروب في القسم الرمزي. طيب ماذا نسمي سين؟ سين إحنا تعرفنا عليها قبل أنها متغير، أيضا إلها اسم ثاني هو القسم الرمزي. إذن سين هي القسم الرمزي، صاد أيضا قسم رمزي. طيب ننتقل أعزائي الطلبة لمعامل صاد. كم معامل صاد؟ معامل صاد يساوي كم معامل صاد؟ عندنا 2. ليش 2 هي معامل صاد؟ لأنه هي العدد أو الثابت المضروب في القسم الرمزي صاد، لذلك سمى 2 معامل صاد و5 معامل سين. أما 4 نسميها ثابت، أو ممكن أيضا الحد أو الحد المطلق.
إذا لحد الآن بين معنى الحد الجبري وبين معنى شو يعني ثابت، شو يعني معامل متغير وحاصل ضرب. طيب هلأ أعزائي الطلبة ننتقل لتدريب الأول. التدريب الأول أكمل الجدول الآتي بكتابة المعاملات والقسم الرمزي. إذا إحنا بدنا نعرف نطول المعامل والقسم الرمزي. أمامنا الجدول الآتي موجود عندنا طبعا أيضا صفحة 8 هذا التدريب. عندنا الحد الجبري 4/11 س. المطلوب مني إني أطول معامل. المعامل هو حكينا هو الثابت اللي مضروب بالقسم الرمزي. طيب في هاي الحالة رح يكون معنا المعامل هو 4/11. أما القسم الرمزي سين، لأنه سين هي المتغير وسميت قسم رمزي لأنها إيش؟ لأنها فيها رمز، فيها رمز، فالسين فيها رمز. طيب 1.22 س/لام، المعامل في هذا الحد هو 1.22، أما القسم الرمزي هو س/لام. 32، الحد 32، المعامل 32 أيضا هو الثابت، أما القسم الرمزي لا يوجد. انتبهوا أعزائي الطلبة في هاي الحالة، هاي رح نحط عليها هون إشارة إنه أنا في هاي الحالة لما يكون عندي الحد عبارة عن ثابت فبيكون معامل هو نفسه الثابت، وفي هاي الحالة لا يوجد قسم رمزي. كاف، هلأ كاف كم معامل كاف؟ هون في 1، لأنه 1 هو العدد اللي ضربته بأي شيء بيعطيني نفس الجواب، فمعامل الكاف هو 1. أما القسم الرمزي كاف، وهون ممنوع نقول 0، لأنه شباب إذا إحنا قلنا 0 فعندنا 0 إذا ضربته بأي عدد، لو كان 0 معامل كاف كان 0 ضرب كاف يساوي 0، فبالتالي المعامل هون 1. يا ريت ننتبه لهذه النقطة. طيب هلأ عندنا سالب سين على صاد على 5. إذا سالب سين صاد على 5، المعامل في هاي الحالة، هلأ زي ما اتفقنا إنه سين صاد المعامل بيكون جانبها 1، فإذا أنا أخفيت بإيدي سين صاد بقي عندي سالب 1/5، فالمعامل هو سالب 1/5. أما القسم الرمزي سين صاد، وضحت هاي النقطة؟ إذا أنا عندي معامل سين صاد فوق بكون 1، فلما يسألوني عن المعامل مجرد ما إنك تخبي سين صاد برز عندي سالب 1/5 ومنها هاي المعامل. إذا هيك إحنا تعرفنا على الحد الجبري، قدرنا نميز بين المعامل والثابت والقسم الرمزي. هلأ رح ننتقل مع بعض لموضوع تاني اللي هو المقدار الجبري. هلأ بداية أول شيء رح نتعرف على شو تعريف المقدار الجبري ونشوف. المقدار الجبري، المقدار الجبري يتكون من حد جبري أو أكثر يربطهما عمليات الجمع أو الطرح. يعني شباب المقدار الجبري هو يتكون من حد جبري أو أكثر يربطهما عمليات الجمع والطرح. فمن التعريف واضح أن المقدار الجبري هو إشي أكبر من الحد الجبري. طيب نأخذ مثالا عليه، فليكن المثال 2 س/3 ص + 5، اللي أمامنا هو عبارة عن مقدار جبري. هذا المقدار الجبري يتكون من أكثر من حد جبري. نتعرف على الحدود الجبرية. هلأ 2 س رح نعتبره حد جبري. ليش إحنا هون وقفنا وما كملنا؟ لأنه بين عنا إشارة الطرح. فزي ما حكى التعريف إنه الفاصل بين الحد والآخر في المقدار الجبري هو إشارات الجمع والطرح. إذا أول ما شفت إشارة الطرح وقفت، وهذا الحد الأول، الحد الأول. أما 3 ص وقفت لهون هو الحد الثاني. بعدين ليش؟ لأنه برزت عنا إشارة الجمع، وعنا 5 هي الحد الثالث. فاللي أمامنا هو عبارة عن مقدار جبري مكون من 3 حدود. الحد الأول 2 س، الحد الثاني -3 ص، والحد الثالث 5. طيب من هون بين معنى المقدار الجبري. لهيك لاحظنا انه المقدار الجبري هو اشي اكبر من الحد الجبري، لانه ممكن يكون حد جبري 1 او اكثر،
يربط بينهما عمليات الجمع والطرح. نشوف هذا المثال مع بعض. المثال بيقول لنا انه جد عدد الحدود الجبرية في كل من المقادير الجبرية الآتية. إذا أنا بدي أوجد عدد الحدود، عندي الأول مقدار هو سين صاد. سين صاد لا يوجد أي عملية طرح أو جمع، سين ضرب صاد، إذا هذا عبارة عن مقدار جبري مكون من حد واحد. إذا واحد. نروح للي بعده، سين ناقص كاف لام. سين ناقص كاف لام، بنعد مع بعض. سين حد أول، ليش وقفنا؟ لوجود الطرح أو ثم كاف لام، إذا هذا الحد الأول، هذا الحد الثاني، إذا مكون من حدين، وهي العدد بين قوسين. عندنا رقم 3 سين على صاد زائد 2 عين. سين على صاد الحد الأول، هي الإشارة اللي فصلت الحدين عن بعض، واثنين عين، إذا يتكون أيضا من حدين. ونشوف آخر مثال مع بعض اللي هو سين ناقص 2 صاد زائد 3 عين ناقص 10. نعيدهم مع بعض، سين هي سميته الأول فصلت بيناتهم، 2 صاد الثاني، 3 عين الثالث، و10 هي الحد الرابع. إذا مقدار جبري مكون من 4 حدود جبرية. طيب إذا لهون إحنا قدرنا نميز بين الحد الجبري والمقدار الجبري، وحلينا عنا التدريب الأول اللي ظاهر أمامنا. الآن أعزائي الطلبة بدنا ننتقل لموضوع تاني، أو إنه هو بيكمل نفس الموضوع. لا نكمل عنا التدريب رقم 2 زي ما أنتوا شايفين، تدريب 2 صفحة 9 الموجود في الكتاب. املأ الجدول الآتي، عندنا المقدار الجبري، عندنا حدود جبرية، عندنا عدد الحدود الجبرية. هلا عندنا مقدار جبري، وهلا المفروض نبلش نعرف عدد الحدود الجبرية. هلا سين صاد الحدود الجبرية في هذا المقدار هو سين صاد الحد الأول فاصلة 2 نون، فاثنين نون. أنا كتبت كل حد على حدة وحطيت بيناتهم فاصلة. هلا عدد الحدود 2، هي الأول وهي الثانية زي ما حلينا سابقا. سين صاد عين الحدود الجبرية هي سين صاد عين، كلها حد واحد لأنه بيناتهم إشارات ضرب، عددها واحد. سين صاد ناقص 2 عين لام ناقص واو الحدود الجبرية هي سين على صاد، هذا الحد الأول فاصلة، سالب 2 عين لام هو الحد الثاني. وننتبه هون اني حكيت سالب لانه كل حد الإشارة اللي قبله هي بتكون إشارة الحد نفسه، وكذلك بالحد الثالث سالب واو، فعدد الحدود هو 3، 1 2 3. 6 زائد صاد زائد كاف لام، هلا الحدود هي 6 فاصلة، اللي بعده صاد فاصلة، والحد الثالث هو كاف لا، عددها أيضا 3. أما 5 هذا مقدار جبري مكون من حد واحد، ونوع هذا الحد ثابت، إذا الحد هو فقط 5 وعدد الحدود الجبرية 1. وإذا سئلت عن 5 عن القسم الرمزي منجاوب لا يوجد. لهون أعزائي الطلبة رح نشوف، هلأ رح نبلش بالفكرة الثانية والهدف الثاني من درسنا.